ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه. وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 30 مليار جنيه لأجل 91 يوم، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 25 مليار جنيه لأجل 273 يوم. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه إدارة تشغيل الخط الثالث للمترو، هيتم تمديد مواعيد عمل الخط الأخضر الثالث ساعة إضافية بمناسبة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في إياب دور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية المقامة في استاد القاهرة الدولي، والتي ستنطلق في 10 مساءً. وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن آخر رحلة من محطة عدلي منصور لمحطة محور رود الفرج الساعة 12:30 صباحاً، وآخر رحلة من محطة محور رود الفرج لمحطة عدلي منصور الساعة 12:45 صباحاً. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 32 من عمر المسابقة. هيلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول الساعة 4:30، في 6:30 هيلتقي شيفيلد يونايتد مع تشيلسي، وفي الساعة 7 مساءً هيلتقي نوتنغهام فورست مع توتنهام.